القرار كان زي ما حضرتك بتقول وانت كنت على الجبهة، كان في الحرب خدعة، ومن خلال حرب أكتوبر أعتقد كان في استراتيجية، ودلوقتي بتدرس في الأكاديميات الحربية استراتيجية حرب 6 أكتوبر وإزاي كانت خدعة. وزي ما حضرتك بتقول انتوا اللي جوه الجبهه نفسكم كان في ما كنتوش عارفين، وكان بيجي قرار خلاص طالعين لا وبعديها بيتلغي القرار. عايز يعني حضراتكم تشرحوا لي رد فعل الجنود وحضراتكم لما فعلا عرفتوا ان دي لحظه الصفر وان انتوا هتتحركوا فيها. انا كنت اعرف بقى بدري شويه. دي حاجه تانية بقى مختلفه خالص. طبيعه شغل في المخابرات الحربيه برضو انه معلومه نوصلها للساده المشاهدين لقناه النادي الاهلي، نبقى عارفين ان الاطراف اللي بتدينا سلاح يعني يدونا دبابه يدونا طياره يدونا مدفع، انما ما بيدوناش ايه الامكانيه اللي تخلينا نشوف العدو. يعني طول ما انت مش شايف العدو طب هتاخد قرار ازاي؟ يبقى هو قدر يتحكم فيك بطريق غير مباشر، بحيث انك انت علشان تقوم باي عمليه لازم يبقى فيه المعلومات. صحيح. طب ما عندكش الامكانيات، طب هتعرف المعلومات منين؟ تضطر تسال او تطلب منه يجيب لك معلومات. صحيح. او خلاف. طب هل احنا المصريين حد يقدر يضغط علينا كده؟ طب عملتوا ايه يا فندم؟ عملتوا ايه طيب؟ الذكاء المصري بقى يا بيتحكم بقى في خلاص. قلنا لا انتوا مش عايزين تدونا المعدات والاجهزه الفنيه دي اللي نشوف بيها الصواني الطيارات ولا الرادارات او استكشافيه يعني. ما انت لازم تشوف، لازم تشوف اللي هو بيتحرك ازاي ورايح فين، تجمعاته فين، كل ده لازم تشوفه يعني. مين عظمه مصر بتتاثر في ايه؟ في الانسان المصري. صحيح. قلنا لهم لا احنا هنعمل بقى رادارات بشريه. رادارات بشريه. اللي اعترف كده كان مشير ديان، قال لك المصريين نجحوا في انهم يخلوا المقاتلين يعملوا كرادارات بشريه بتعمل 24 ساعه في ال 24 ساعه، ده حتى الرادار بيشتغل عدد من الساعات يعني. فاوجدنا زي ما بيقول مجدي كده، كان كطبيعه عمل الصاعقه لما قال هيروحوا مش هيرجعوا، لانه كانوا رايحين في مناطق صعبه للغايه. عمليه العوده في جنوب سيناء في خلف خطوط العدو 200 كيلو خلف شاقه جدا في عمق جنوب سيناء، كان لازم نوجد بقى المجموعات، مجموعات الاستطلاع. انا كنت مسؤول عن مجموعات الاستطلاع خلف خطوط العدو، عن التخطيط. صح، مسؤول عن التخطيط كل الاعداد والتخطيط والدفع والسيطره والمتابعه وخلافه. فمجموعات الاستطلاع بتاعتنا، ما هو مين اللي اعطانا الصوره بقى الواضحه التفصيليه عن العدو اللي عملنا التخطيط الدقيق بتاع 6 اكتوبر؟ هي رجالتنا. ايوه، الرادارات ازاي فعلا؟ الرادارات البشريه، الرادارات البشريه على امتداد سيناء شمالا وجنوبا وشرقا، جابت بقى صوره واضحه تفصيليه عن كل انشطه القوات الاسرائيليه على مدى سنوات، عشان نبقى عارفين الكلام ده من ايام حرب الاستنزاف. ما الحرب يعني احنا اشتغلنا قبل الحرب واثناء الحرب وبعد الحرب. فدي ان بقول من خلالها اوجدوا التفاصيل الكامله عن العدو، اللي كان من خلالها بقى التخطيط الدقيق اللي تم في 6 اكتوبر. ويمكن كانك كنت من القله يا مجدي اللي عارفين ميعاد بدء الحرب قبلها يمكن بحوالي 48 ساعه، اللي كان رحمه الله عليه اللواء فؤاد مصار اللي كان مدير المخابرات في ذلك الوقت يعني استدعاني وقال لي جهز الرجاله بتوعك بقى اللي هيشتغلوا غير اللي كانوا بيشتغلوا قبل الحرب، اللي هيشتغلوا اثناء الحرب، اللي هم هيندفعوا مع بدايه انطلاقه الملحمه العظيمه. والملحمه العظيمه دي برضو عشان لا اترك مساحه لمجدي، 5 يونيو 67 من خلاله حصلت بقى الهزيمه اللي حصلت، كان بداية للإعداد لأكتوبر 73.